سليمة، مرحبا بيك. ميرسي، شكرا على تلبية دعوتنا. ميرسي، شكرا، نشكركم انتم معنا على الدعوة. ترى لو كنا نحكي شوية الأعمال تاعك، درامية مصرية، مسلسل خاص شتى اليسرى ومسلسل الفوش، لو كنا نحكي شوية على الأعمال الدرامية المصرية. والله توا معناها في رمضان الأعمال اللي قاعدة تتعرض معناها في مصر اللي أنا مشاركة فيها، مسلسل خاص جدا مع يسرى اللي هو تأليف السيناريست الكبير تامر حبيب وإخراج غادة سليم، الفنانة يسرى بيان سور أنا معناها نحبها برشا برشا من قبل. سيتي معناها غير بوغ موا اللي باش نمثل معاها. بالنسبه عندي زاد مسلسل وعد مش مكتوب مع محمود ياسين ودلال عبد العزيز، وعندي فوقش هو سيت كوم خفيف كوميدي مع احمد رزق. نعرفوا هذه ما شاركت في المكتوب عام ناول سيزون 1، والناس كل يسلوا عليك علاش دورة سروك غابت في المكتوب الثاني، لو كان تفهمنا أكثر. والله هو معناها سؤال تطرح برشا برشا، ويا ربي تكون آخر مرة نجاوب عليه على خاطر ياسر تعبت معناها. معناها مكتوب نورمالمون كنت باش نكمل في سيزون 2 مع كيما الابطال الكل بتاع هما كلموك واحد، لكن بعد كي تكتب السيناريو كلموني قالوا لي الغول معناها وفيه نتاع ساميه على خاطر باش معناها طارت وسافرت لبرا وكل، دونك ما عادش معناها باش تظهر. فوالا كاو قلت لهم بيه اوكي ميرسي يعطيكم الصحة، وانا عندي دوتر انجاجمون وكاو معناها. اش قولك في العمل مخرج سامي فاري في المسلسل المكتوب أول مرة؟ والله هو كأول مرة معناها يعطيه الصحة، فما بيان سور معناها كيلكو فاي وكل شيء معناها سي نورمال، لكن معناها العمل ناجح ما نجموش ننكروا العمل ناجح. سيزون الاولى معناها نجحت وكما نقولوا كسرت الدنيا، والسيزون الثانيه كيف كيف. دونك معناها المهم اللي هو معناها حاول يعمل حاجه جديده ومختلفه وشدت الناس، والناس ديما تستنى في الاعمال التونسيه في رمضان، معناها ديما تستنى في المسلسلات التونسيه وديما تتبعها. وانا نتفكر من قبل معناها كي عملنا حسابات وعقبات نجح برشا، وقبل وانا حتى معناها قبل ما نمثل كان فهم الخطاب عبيد كان ناجح، عندنا برشا مسلسلات معناها تونسيه ناجحه ومنها مكتوب، وربي يعينهم يعني ربي يوفقهم. لو كان نحكي شوية على الفيلم السيني شتاء اللي شوفناه وتابعناه وفي عرض قاعات السينما، فيلم سيني شتاء وإخراج إبراهيم الطايف وهو فكرته والسيناريو بتاعه زادة، كان معناها فكرة مهبولة شوية معناها هاي فكرة جديدة وطريفة معناها. هو الفيلم فيه نوع من أنواع الكوميديا اللي هي كوميديا الموقف مش كوميديا معناها الناس تضحك، لكن الفيلم روحه خفيفة ومجموعة كبيرة من ممثلين التوينسة متميزين برشا معناها، عبد المنعم شويت ومحمد علي بن جمعة ومحمد علي النهدي ومحمد قرية سي رؤوف بن عمر بياسور وجعفر القاسمي وجمال المداني وفتح الهداوي ضيف شرف، ويعني كانت مجموعة حلوة برشا. الفيلم الحقيقة معناها تعمل في دي كونديسيون معناها نتاع هي كانت يعني حلمة بالنسبة لي، هو أنتج الفيلم زادة بخصي بخوبخو مويا، وذي حاجة مش سهلة بالكل، عمل على روحه وإحنا كلنا معناها وقفنا معاه وخذينا معناها. ونحب نقول حاجة معناها لازم الناس تعرفها، اللي معناها أنا مثلا كممثلة مقيمة في مصر ولا نخدم في مصر ما ناخوش نفس الفلوس اللي ناخذها هنا غادي معناها، هنا ديما أقل فهمت، مي انا نجي ليه مش قديه مي اقل برشا فهمت، مي انا نجي بوغ اتر بريزونت معناها في تونس وفي الاعمال التونسيه هذايا الهدف، سي با دو تو معناها حاجه ماتيريال جمله اي انكور معناها كلنا عملنا معناها جيست، علاش باش في الاخر نعملوا فيلم والفيلم ينجح هذايا اهم حاجه. والفيلم الحمد لله نجح معناها مع الجمهور التونسي وتعرض زاده في مهرجانات وكل شيء وكهو هذايا سبب دورنا في فيسبوك.
نعرفوا برشا ناس آلاف 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 كونت تاعك درة صاروخ. شو تحب تقول جماعة الفيسبوك اللي كتبوا درة صاروخ وقولوا هاي ازيك يا اخبارك نحبوك قوي واحد، شو تحب تقول انا لهم؟ حاب نقول لهم يعطيكم الصحه الكل، سواء الناس اللي تكتب لي من تونس ولا من مصر ولا من اي بلد عربي ولا من اي بلد في العالم، يعطيكم الصحه راه وسام في بليزير، معناها اللي الكلام هذا الكل ولي كومونتير نتاعكم والكلام الحلو الكل اللي يجيني على فيسبوك، سامحوني كان ديما معناها ما نجمش ديما نجاوب على خاطر ساعات معناها ما عنديش وقت ولا يبدا برشا لي ميساج وما نجمش جاكسبت تو الموند في الـ في الـ في البروفيل نتاعي على خاطر راهو فما ليميت هي 5000 معناها 5000 امي، كان جو ديباس معناها ينحيوه الكونت، فهمت؟ دونك ما نجمش جو ديباس، دونك هذاك علاش راهو نحيت لوبسيون تاع وانا راني معناها جي اكسبتي برشا عباد حتى ما نعرفهمش، فهمت؟ معناها على عيني وراسي معناها ما نقولش ليه، لكن فما اون ليميت، دونك ما نجمش معناها ما عادش نجم ندخل حتى حد امي. باغ كونتخ فما الفان كلوب معناها الباج تاعي هذيك الفان كلوب ندخلوا فيها جو كونسولت زاد ونشوف وكل شيء ويعطيهم لي جروبات معناها وكل شيء، دونك هذا الكل موجود معناها ماهوش كان البروفيل معناها الكونت ماهوش كان الكونت نتاعي، ونحملوا اللي فما كونت معمول اسمي مش هنا معناها يحطوا تصويره تصويرتي ياخذوا تصويره من ساوري ويحطوا الاسم دور زرخي دو لا ميم فاسون وكل شيء، وما نعرفش شنو قاعدين يجاوبوا على العبيد ولا شنو اللي قاعدين يبعثوا ولا شنو قاعدين يعملوا. انا بون نحب نقول للناس اللي عامله لي كونت هذوما يعيشكم يعيشكم يا غيسبي، معناها بدلوا يا الاسم يا التصويره ما تغلطوش العبيد على خاطر سي با جونتي. بون انا معناها جابريسي بيان سور كي واحد معناها يعمل كونت ويسمي روحه يحط تصوير تي سكو حد معناها سي سور يحبني ويمابريسي، اما يعيشكم على خاطري باش ما ندخلوش العبيد بعضها. راهو معناها الكونت نتاعي ما تحبوا تدخلوا ولا حتى تحبوا تسميروا يحكم خذوا يا الاسم يا خذوا التصوير مش الزوز مع بعضهم هكا. دار كيفاش كانت السهرية الليلة في البث مباشر مع الاتصالات الهاتفية مع مع الجمهور؟ والله كانت حلوة، تعدى الوقت في ساعة في ساعة معناها ساعتين سيفغي معناها حكينا برشا برشا، لكن تعدى حلو سيفغي، والناس اللي طلبت يعطيهم الصحة الكل واللي بعثوا وكل شيء. تحس اللي انت معناها انا قعدت ساعتين مع اصحابي معناها نحكي وفما تساؤلات برشا صغير معناها الببليك الكل كان فما تساؤلات ان شاء الله نكون معناها جاوبت عليها اليوم اون فوا بور توت باش العباد معناها يعرفوا ويفهموا معناها الحاجات اللي يحبوا يعرفوها عليا. جو سري توجور لا مع بو ريبوندر ا بو كيستيون و ميرسي بوكو، وانا معناها نحبكم برشا ونت عليكم كيما انتم تحبوني. شو تحب تقول جمهورك المصريين اللي يسمعون يشوفوك دلوقتي؟ المصريين اللي يشوفوني دلوقتي نقول لهم ميرسي اوسي ويعطيكم الصحة، وحاجة حلوة برشا انك تكون معناها محبوب ومعروف خارج بلادك، معناها ما تصورش قدي معناها حاجة زادة حلوة. والحمد لله معناها الجمهور المصري يقبلني والمصريين معناها معناها تقبلوني كاني واحدة منهم وعطاوني الفرصة معناها باش نكون نجمة في مصر. نشكرهم برشا زادة وكل سنة وانتم طيبين. ميرسي وان شاء الله نبقى مع بعض دايما. ميرسي. انا تو باش نقول لك كلم بالمصري باش تقول لهم الكلمة المصريين. هاني قلت لهم كلمة ديك عادك و مثال شفهموا بتونسي شوية ويحاولوا شوية حاولوا تفهموا تونسي شوية الكلام اللي أنا بقوله. وأنا بقول إنه طبعا أنا يعني بحيي الجمهور المصري تحية كبيرة جدا جدا برشا برشا، دي كلمة معروفة عندكم وعارفينها. وبقول لكم ميرسي وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان والعيد وكل المناسبات السعيدة دي تنعاد عليكم بالفرحة وبالسعادة ودايما تبقوا كويسين وبس. وميرسي قوي شكرا ونشكر الجمهور الكل باللغات الكل. شو راح تقول لغاديو ياسمين؟ غاديو ياسمين نقول لكم يعطيكم الصحة، فكرة حلوة
فريمون معناها يعطيكم الصحة، برافو، إن شاء الله من حسن لأحسن، وإن شاء الله تتطوروا ديما، ولا عندكم سي بيان معناها ناس تعرفكم وببليك معناها في تواصل معاكم، وإن شاء الله ديما هكا، وإن شاء الله تستضيفوا الفنانين الكل ونجوم الكل اللي العباد تحبهم معناها. ميرسي. دو ريان، ميرسي. واشكرا.